شوي. طبعا انتوا البعض متوقع ان انا هتكلم عن هند دي او هند دي او هند دي او حتى هند دي، بس انا اخترت ان انا مش هتكلم على هند خالص. انا هتكلم على الست اللي جنب هند في الصوره دي. الست دي امي. هي اسمها صعب شويه، هي اسمها دلندا، هو اسم مش معروف في مصر خالص، بس هو اسم دارج في تونس. ودلندا النهارده بالصدفه عيد ميلادها، مش هقول سنها قد ايه، بس هي النهارده بالصدفه عيد ميلادها. فلما تيدكس ويمن كلموني وقالوا لي يوم 30/5 انا عارفه الديت، عارفه عيد ميلاد ماما. طيب اتكلم عن الستات، انا قررت ان انا هتكلم عن ماما. النظرية النسبية بقى هتكلم ليه على ماما ونظرية النسبية. طبعا كلنا عارفين النظرية النسبية، معظم الناس عارفة النظرية النسبية. ألبرت أينشتاين لما جه يفسرها أو يبسطها أو يسهلها قال للعامة يعني عشان يفهموها، لو أنت بتقضي مثلا ساعة مع حبيب القلب أو حد حلو قوي شكله حلو دمه خفيف، الساعة بتعدي ثانية. لو أنت بتقضي ساعة نفس الساعة مع حد دمه تقيل على قلبك، شخص كريه مش محبوب انت مالكش فيه، بتعدي كأنها سنة، مع انها نفس الساعة. ساعة 60 ثانية 3600 60 دقيقة ولا ايه، سوري انا غبية قوي في المعد. 3600 ثانية هي نفس الساعة. هي دي النسبية، ان انت الفاكت هو هو لكن تفاعلك معاه بيختلف حسب الظروف المحيطة وحسب الامكانيات المتاحة. لو جينا بقى نطبق نظرية النسبية على الجندر ريليتد ايشوز اللي احنا مهتمين بيها قوي النهاردة، هنلاقي ان احنا في المطلق جيل زي الفل. انا جيلي جيل من النساء البطلات الجامدين قوي، وبنعمل كل حاجه وبنحارب وبنربي عيال وبنشتغل وبنعافر زي الفل، وما حصلش يعني جيل ما حصلش زينا قبل كده. واحنا في العالم العربي النهارده بنفتخر بكل الحاجات اللي وصلنا لها، سواء كان في التمثيل السياسي مثلا، في المناصب اللي وصلنا لها كستات، في الاعلام، ظهورنا في الاعلام وتاثيرنا على الساحه العامه، في السياسه، في كل في الفن، في كل الميادين. لو جينا نطبقها على ماما هنلاقي ان جيل امي الصراحه احسن مننا، وعمل حاجات حسب الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة اللي هي النسبية، هنلاقي إن هما بالنسبة لينا لأ هما حققوا أكتر بكتير. مين فينا البطل؟ من شهر ونص، من شهرين كده كنت في تونس وخدت البنات معايا. أنا عندي عليا 4 سنين وعندي ليلى 2، فخدتهم معايا تونس عشان يتعرفوا برضو على نصهم التاني. وكان عندي مقابلات تلفزيونية، كنت أطلقت حملة اسمها زوروا تونس، فكان عندي مقابلات ومقابلة مع رئيس الوزراء وحاجات كتير لازم أعملها، بس ما كانش معايا دادا تساعدني، كنت عند أمي في البيت. وفجأة كده في لحظة كنت ليترلي بغير بامبرز وبعمل ميك اب في نفس الوقت ليترلي. فساعتها خدني كده يعني خدتني الجلالة، وابتديت أفكر قد إيه أنا ثابت على نفسي إن أنا متقطعة ما بين كاسكتة الأم وكاسكتة المرأة العاملة، وقد ايه احنا جيل فعلا من الستات بنحاول نثبت نفسنا في كذا مجال، واخترنا ان احنا نبقى كذا حاجه في نفس الوقت بحريه تامه. محدش ضربك على ايدك او هيعاقبك عشان انت اخترتي تقضي يوم من ايام الويكند بتسمعي نهله وهند وسندس. محدش قالك تعملي كده، محدش قالك تعملي تكملي رساله الماجستير بتاعتك او رساله الدكتوراه، محدش قالك تاخدي يوجا، محدش قالك تاخدي مديتيشن، محدش قالك تاخدي طبلة. ده الكلام ده ليا برضه عشان انا باخد طبلة وبحبها. فكل ده بمزاجنا، احنا مالتي تاسكرز بمزاجنا. نرجع بقى للأوضة اللي انا كنت فيها مع العيال وبحاول اجهز عشان رئيس الوزراء هيقابلني، وكنت لابسة ساعتها بقى زي الام الاجباري. اي ام هنا هتعرف انا بتكلم عن ايه، توب مبقع ملوخية او صلصة او شوكولاتة وساعات التلاتة مع بعض، شعر ما تسرحش بقاله يوم ونص يومين، حاجات مش انستغرام فريندلي خالص. المهم كنت بغرق يعني، انا بجد ساعتها كنت بغرق. دخلت دلندا الاوضه في 5 دقائق، سيطرت على البنات، اكلتهم، نيمت واحده من الاثنين، وانا عرفت اروح لرئيس الوزراء من غير ولا بقعه ملوخيه واحده. ليه؟ علشان دلندا من جيل اولا
كانش حد بيساعدها. مصطلح الناني ده او الدادة اللي انا كنت بعيط عليه ما كانش موجود ساعتها. خلفتني وهي في سنة تانية جامعة، وده ما كانش بمزاجها برضو لانه ما كانش ينفع تتأخر في سن الجواز قوي، وكان ده التمن انها تكمل دراستها انها تخلفني بدري جدا. وانا اتولدت اسبوعين قبل امتحانات الترم بتاعتها، فهي بتحكي لي انه كانت مستأذنة يعني واخدة اكسبشن من الاساتذة انها تروح كل ساعتين علشان تعرف تأكلني، وكل ده بامكانيات اتنين طلبة. هي كانت طالبة وابويا كان طالب، يعني مفيش عربية، مفيش ديش واشر، مفيش كل الحاجات دي. وما كانتش بتشتكي لحد لانه اي شكوى ساعتها كانت الرد عليها كان هيبقى طب ما انت ايه اللي خلاكي تعملي كده في نفسك؟ مش اتجوزتي؟ طب عايز تكملي دراستك ليه؟ وليه زنقه نفسك الزنقه دي؟ المالتي تاسكين ده كان ثمن بتدفعه علشان تعرف تعيش الحياه اللي هي عايزه تعيشها، وعلشان تعيش اقرب شويه لاحلامها، وعلشان تعيش بحريه اكبر، وعلشان ما تختزلش في ثلاثيه البنت والزوجه والام، الثلاثيه المعروفه واللي جيل امي هو اللي طلعنا منها. ومع ذلك انا عمري ما شفت امي بتقول بتشتكي او بتقول انا ستريسد او انا overwhelmed. يعني مصطلحات زي الستريس والستريس مانجمنت والبرن اوت دي مصطلحات اخترعت او اختلقت في الثلاث سنين اللي فاتت، يعني اختلقت على جيلنا احنا، مش على جيل دلندا. مين فينا المغامر؟ عشان نرجع برضو للمطلق والنسبي، انا معروف عني اعلاميا ان انا مغامره او بحب اخد ريسكس او بجازف او يعني سبع البرومبه كده شويه. لكن بالنسبه لامي، وده معروف بالنسبه يعني معروف في العيله عندنا او في الاصدقاء، انا معروف عني ان انا شخصيه في الحقيقه جبانه وكونسرفاتيف جدا واولد سول، ودايما بيعايروني بان امي محبه للتغيير عني ومحبه للحياه عني ومحبه لل يعني عندها ما عندهاش مشكله خالص تاخد قرارات امبالسيف وتاخدها من غير ندم او من غير ما تحسبها كتير قوي. امي من جيل الاستقلال، يعني امي اتولدت زي النهارده سنه 56، يعني الاستقلال سنه الاستقلال استقلال تونس عن فرنسا. جيل الاستقلال ده المفروض لما اتولد كان هيكمل نمط الحياه اللي اتعود عليه، يعني نمط الحياه الروتين العادي بتاع اي ام عربيه، لان انا بتكلم عن تونس كاني بتكلم عن مصر، الفروق قليله جدا، وده في حد ذاته بالنسبه لي شيء يدرس يعني. فجيل الاستقلال ده كان المفروض يعني الستات اتولدت وكان المفروض تعيش زي امها، يعني تتولد ثم لو محظوظه شويه تاخد شهاده، حسب بقى الحظ تاخد شهاده عامله ازاي، لو محظوظه اكتر شويه ممكن ترفض لها عريسين ثلاثه بس في الاخر برضو هتتجوزي، يعني هتتجوزي. يعني الهورايزنز او الافاق معروفه من الاول، يعني انت بتتولدي تخدمي الذكور اللي في البيت سواء كان اخوكي او ابوكي، ثم تنتقلي الى جوزك، ثم بعد كده تخلفي وتربي بنتك على انها تخدم ذكور العيله وهلم جر. جه جيل امي بقى قال ستوب، انا مش هعمل كده، شوفوا لكم حل، انا مش هعمل كده. امي كانت متفوقه في دراستها جدا، وبالنسبه لها ده يعني مش منطقي خالص انها توقف دراستها في حد معين اختاره لها، وكانت كمان في فريق الهاندبول النسائي في المدرسه. اكيد في هنا بنات قدي او ستات اكبر مني عارفين موضوع الرياضه، والستات بتاعت الجيل ده كان في حب وولع بالرياضه شديد، وكان في محاولات مستميته، على الاقل انا عارفه انه من ناحيه جدتي امي محاولات مستميته انها توقف موضوع الرياضه ده مع ماما وما نجحتش، لكن كان في محاولات كتير انه نوقف الجيل ده. مش هما بيعملوا ايه هما يعني؟ فانا متاكده ان كتير من الحضور عارفين الموضوع، سامعين قصص في البيت عن ام، عن خاله، عن وبعدين في ستات كتير من جيل امي اكتفوا بصورتهم مثلا في المنتخب او في منتخب المدرسه او في المنتخب الوطني في بيت الزوجيه، وفي ستات زي امي راحوا افراد. مصطلح افراد ده بالنسبه لي فعلا هو ده اللي ينطبق على ستات الجيل ده، لان ده طريق ما حدش سلكه قبل كده، وطريق مليان مساومات، مليان عتاب، مليان نظرات شذر،
مليان أسئلة كتيرة من مجتمع ما كانش مؤهل خالص إنه يقبل إن ست مثلا تنتقل من باجة وهي ولاية صغيرة أو محافظة صغيرة في تونس إلى تونس العاصمة وتأجر شقة مع بنتين تانيين علشان تكمل دراسة. وفعلا لما بسأل نفسي بقول هي إزاي عرفت تعمل ده، إحنا مش عارفين نعمل كده دلوقتي، هي إزاي عرفت تعمل كده من 35 سنة؟ أنا بقول سني عادي، أنا عندي 35 سنة. لظروف كتيرة جدا أعتقد الجيل ده كان مختلف تماما، يعني أولا ظروف سياسية، ثانيا ظروف تاريخية، يعني حواليهم كان في وودستوك، كان في مايو 68 في فرنسا، كان في ثورات فكرية اجتماعية، كان في ستات مهدت لده سواء كان في العالم العربي نوال السعداوي وغيرها، سواء كان بره، ورجال على فكره طاهر الحداد في تونس مثلا المهل ده، كان في كتابات ابتدت تتكتب عن الموضوع بره بقى، كان في سيمون دو بوفوار، وكان في كان ابتدى يبقى في ماتيريال الستات دي مسكت فيه واختارت طريق ما حدش سلكه قبلهم. بما اننا بنتكلم عن الاوف رود، انا وامي حامل فيا خدت كل الشوارع مش الطرق الصحراويه بتاعه تونس والزراعيه بتاعه تونس عشان كانت محتاجه شويه فلوس زياده عشان تعرف بقى تشتري لي البامبرز لما تولد، فعملتهم كلهم على العربيه وهي حامل، والعربيه كانت بامبي لان الطرق كانت زراعيه وصحراويه، يمكن انا طلعت مضطربه شويه، وخدته كله يعني وهي حامل. انا طبعا من اليوم اللي عرفت فيه ان انا حامل كنت بطلت انزل سلالم مبدئيا يعني من كتر خوفي. فكان جيل متأثر جدا بحركات الحريات في العالم، كان رافض لكل سلطة أبوية، لأي حد أو أي مؤسسة بتحاول تقوله يعمل إيه وما يعملش إيه، وهو ده الجيل اللي ربانا. فكان حتى صادم الجيل ده بالنسبة للجيل اللي قبله، سواء في لبسه، سواء في الشعر الطويل، في العادات، في الأغاني، في المزيكا. غالباً كان أكتر حاجة بيسمعوها من أهليهم كان أنتوا جيل غريب قوي. الجيل غريب قوي هو اللي ربنا، هو اللي خلانا موجودين النهاردة بنعمل حاجات يا رب تكون مهمة زي اللي هم اللي عملوها. بس أنا شايف أنه لو حصل قطيعة حقيقية أو ثورة حقيقية في الفكر وفي المجتمع، فاللي قام بيها مش الجيل بتاعنا، اللي قام بيها هو جيل أمي وأم ناس كتير قوي من الناس الموجودين. الدليل الصور مثلا اللي بنفضل نشيرها على الفيسبوك وكده، وشوفوا الطالبات عاملين ازاي في جامعه القاهره في الستينات، مفيش تحرش، بصوا عاملين ازاي، والاسئله الوجوديه، طب ليه ما كانش في تحرش ساعتها مع ان الستات كانت بتلبس اللي هي عايزاه، او مع انه ما كانش في حد بيضايق واحده، طب بصوا الستات كلها كانت بتشتغل او بتحاول تشتغل وما كانش في المشاكل اللي بنشوفها النهاردة، أو يعني الإيكواليتي طبعا مش موجودة ولا ساعتها ولا النهاردة، ما عرفناش حتى نعملها النهاردة. بس بالنسبة والتناسب كان في حرية أكتر، كان في حرية نابعة من جوة الجيل ده، وهي دي اللي شوية شوية ترجمت إلى حقوق أكتر، ترجمت إلى عيالهم اللي هم إحنا، اللي إحنا بنعافر كل يوم عشان نعمل اللي هم ابتدوا. بيقولوا إن الجيل المتحرر دايما بيخلف جيل محافظ، وده بالنسبة لي سؤال بطرحه. ونرجع للنظرية النسبية بالنسبة للظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة، ظروفنا اللي هي أحسن من ظروفهم، إمكانياتنا فيسبوك وتويتر وإنستجرام والشغل وعالم ويب كبير كده، العالم بقى كله ممكن نأثر في مليون بني آدم بكلمة، وممكن نقول حاجة تتسمع من هنا لآخر جواتيمالا. هل احنا نسبيا احنا في المطلق رايحين قدام؟ يعني لو في ارو كده، او لو في سايكل للبشرية، احنا في المطلق بالنسبة للجندر ريليتد ايشوز رايحين قدام، لكن احنا بالنسبة للجيل اللي قبلنا هل احنا رايحين قدام؟ انا مش عارفه ارد على السؤال، انا فعلا مش عارفه ارد على السؤال ده. لكن بالنسبه للي هم عملوه وبظروفهم بمجتمع بتركيبه اجتماعيه عامله ازاي، ما فيش كمان ايميوليشن، لان هم مش ما كانوش بيقلدوا حد، هم عملوا حاجه جديده من لا شيء.
هل احنا بقى بنعمل بنسبة وتناسب اللي هما بيعملوه؟ يعني لو سألت النهاردة هل لسه في، يعني تعالوا نتكلم مثلا عن سن الزواج. الجيل ده لوحده سنجل هاندد اللي يعرف يأخر سن الزواج الأفرج 5 سنين سنجل هاندلي. بالعكس احنا دلوقتي بنتجوز قبل، اكتشلي احنا الجيل بتاعنا بيتجوز رجع يتجوز بدري. تعالوا نتكلم عن حتى ظروف الزواج. حريه بديهيه ان انت مش عايز تتجوز، حريه بديهيه ان انت مش عايز تخلفي، انت حر. دي حاجات ما قبل جيل ماما ما كانتش حتى مطروحه. حته موضوع الختان مثلا، عاده فرعونيه تعود الى الاف السنين. الجيل ده هو اللي قال لا انا مش هختم بنتي. قبل كده ما كناش بنسمع عن واحده بتقف قدام اهلها او بتقف قدام ابوها او قدام جوزها وتقول له لا مش عايزه اختم بنتي. فهما سنجل هاندلي غيروا حاجات كتيره جدا. احنا بقى بنغير ولا احنا عايشين على مكتسبات وما هماش كمان مكتسبات، يعني هيك مكتسبات صغيره في السن جدا ففراجايل جدا. فده سؤال بسأله واكتشلي بطرحه وبطرحه لكم ومهم ان احنا نطرحه. كل ست عبر العصور والاجيال بطلة مبدئيا كده، عشان هي بتتولد وفي في الاوضه اللي جنبها ولد بيتولد هي حظوظها اقل من حظوظه. حظوظها في انها تشتغل، حظوظها في انها تختار اللي هي عايزاه ليها لاولادها، او تختار انها ما يبقاش عندها اولاد، او تختار انها ما يبقاش عندها زوج، او تختار انها لما تشتغل نفس الشغلانه للولد اللي جنبها اشتغلها يبقى عندها نفس، تبقى بتكسب نفس الفلوس اللي الراجل اللي جنبها بيكسبها. كل الحاجات دي هي مش مضمونه لها زي ما مضمونه للولد اللي اتولد في اوضه 611 وهي في 610. فبالنسبه لي ده كفايه ان انا اسمي الست دي بطله. لكن ده ما يمنعش اني عندي تبجيل وتقدير واحترام حقيقي لأمي ولجيلها من الستات، عشان نسبيا هم اللي حققوا أكبر طفرة وأكبر نقلة نوعية شهدها العالم فيما يخص الجندر ريليتد إيشوز، حقوق المرأة، مكتسبات المرأة. فماما دالندا شكرا. يا رب أكون في المطلق ونسبيا أكون بسيب لبناتي عليا وليلى اللي انت سبتيهولي، وكل سنة وانت طيبة.